ولوحابطي قالوا وتقضي علامه أدعمنا الله يرجع لي بالسلامه. اسمع يابا يعني اكيد ابو حمدان زياد الحمداني. وين زياد الحمداني؟ يلا حي زياد. الله حي زياد الحمداني. سمير الراوي حمود جريسي ابو حمدان شلع والله والنعم والله والسبع تنعام العيون ابو حمدان. وعلى هادي تسلم يا غالي العيون. فارس عبوش فارس عبوش كرم الحمداني فراس الحمداني طه الحمداني. بس ابو حمدان يابا ويلات عمي شلع العيون ابو عبير. جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل. وادي حجر في إدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. علي وسوس علي وسوس حمود جريسي وسام جريسي وطمان جريسي حاتم جريسي ياسر عبوش بيت عبوش العيون بيت عبوش الرش رش شيوخ من ابو حمدان العيون بيت عبوش ابو حمدان شي اكيد ابو حمدان يعني ابو حمدان وقطع بالقطع يابا يعني اكيد هاي نرجع ونقول مردودة من ابو حمدان العيون بيت عبوش بيت العبوش من طارق الحمداني من ابو زياد العيون سمير الراوي والله والنعم 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 مردودة من سمير الراوي لابو طارق لابو طارق يعني محمد جريساوي حمود جريسي علي وسوس ابو حسين يابا الراوية وقطع من الراوية لابو حمدان سمير الراوي وقطع الراس الحيوب علي وسوس من ابو امير الحمداني كل ابو حمدان كل ابو حمدان ولد خالتي حمودي وسام وطبان سمير الراوي من علي وسوس لعيون سمير الراوي بيت احمد العبوش من الصغير للكبير حتى النايم بالسرير من الصغير للكبير حتى النايم بالسرير العيون بيت شاب بيت شاب بيت شاب بيت شاب كل الحاضرين من علي وسوس لكل الحضور الله حي ابو شاب ابو شاب ابو شاب الحمداني ابو شاب الحمداني ابو طارق الحمداني حمود جريسي وسام جريسي ويلات خالتي ويلات خالتي خوالي خوالي كل شيء يمشي خوالي الرش بالدولار من علي وسوس الرش بالدولار خوالي ورفعت الراس والله والنعم خوالي ولد خالتي ولد خالتي تحديدا ولد خالتي يازي تحديدا ولد خالتي يازي تحديدا ولد خالتي يازي بس خالتي يازي ولدها رفعت الراس والله والنعم من الخاف يا زي على الراس نرجع ونقول يا ابو الرش بالدولار يا ولد عيون ابو امير يا عيون سمير الراوي ابو طارق ابو طارق لعيون ابو حمدان ابو حمدان ياسر عبوش ياسر عبوش حمود جريسي ياسر عبوش وقطع بالقطع كرم ابو الخالي على الراس الحين جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل. وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. العيون ابو حمدان احلى ولد خالتي العيون ولد سلمى ولد خالتي يعني سلمى وولادها وقطع بالقطاعة الراوية 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 وقطع اجريسات والله والنعم العيون حيدوري ابو سبعة والله والنعم الله يسلم راسك يعني ابن خالتي يازي ابن خالتي يازي ابن خالتي يازي والله والنعم والنعم يابا ياسر العبوش وين قوم العبوش العبوش يابا
العبوش ذهب صافي مو مغشوش العبوش ابو طاهر الحمداني عبوش الحمداني ابو يحيى الحمداني طاهر الحمداني علي وسوس علي الحديدي علي الحديدي فارس العبوش فارس العبوش كرم الحديدي كرم الحديدي وعراس وهاي من بيت العبوش يابا نرجع ونقول من ابو حمدان العبيد اجريسات العم فارس العم فارس كرم الحمداني علي الحديدي فراس الحمداني بيت عبوش بس بيت عبوش ذهب صافي مو مغشوش بيت العبوش والله والنعم والقافطي بالنور قضي على محل دعمنا الله يرجع لي بالسلامة بعد يوم منسح فول ولد غوم القيامة منسح فول ولد غوم القيامة ابن جبوري يوم اقدم الشريان يابا نسمع التحية اكيد بجمع العشر دلاف محروق العيون الرواشد الرواشد العيون عبد الحميد الراشدي ابو جود ابو جود والكل شي حاضر وموجود ابو جود الراشدي الرواشد اجبور هاي من عبد الحميد والعيون اجبور سعود سعود احلى رشودي احلى حمود البارودي على الراس ابو لازم العلم وسام احلى وسام صفوان صفوان يعني العقيدات عيال الابرز والنعم خطاب الراشدي خطاب الراشدي احمد العبيدي العيون احمد احمد اللاخ العيون حامد حامد احلى غسان غسان الله حيه او كل الهلا بناها جان زعلان وانا ما شفت بجماله الاخ غسان الله حيه بس الحيالي على الراس الحياليه الساده الحياليين وقطع من العبيد لكل العشائر والله والنعم الله حيوه نسمع يعني اكيد شباب المحطه ابو خليل حمد نيمار ابو ياسر ابو شاهين بغيابه احمد لازم مافيا عراب المافيا جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني الكيات الحديدية 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 شباب المحطة فهد فهد توكي فهد الله حيوه هاي مردودة يا ابو نسمع العيون ابو طبر بس ابو طبر فهد ابو ذيبه بس ابو ذيبه ابراهيم ابن حج ناصر ابن الحجي يوم ما اشوف اقوم وابكي ابن الحجي ابن حج ناصر حمد نيمار والعيون ابو ذيبه على الراس الله يحييه